قصد ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بالأسواق، شرع فلاحي ولاية مستغانة في عملية تفريغ متة البصل المخزنة بغرف التبريد. احنا الفلاحة ورانا مستوقين مادة البصل، ورانا اليوم نقوموا بالتفريغ تاعها لكي تكون متواجدة في شهر رمضان وتكون بأسواق معقولة والمواطن ما يكونش مضرار. 37 ألف قنطار من مادة البصل مخزنة ب20 غرفة تبريد على مستوى ولاية مستغانة. كانت عندنا حوالي 18700 قنطار، هذه اللي كانت مخزنة على مستوى غرف التبريد للمتعاملين الاقتصاديين، وكانت عندنا هنالك 37000 قنطار، هذه المجموع تاع مادة البصل التي كانت مخزنة على مستوى غرف التبريد. 12 غرفة تبريد تدخل في برنامج ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، و8 غرف تبريد تابعة للفلاحين خارج البرنامج. إذن بالنسبة للعملية، العملية انطلقت وهي متواصلة لحد الآن لتموين السوق بهذه المادة الاستراتيجية. عملية من شأنها تموين الأسواق بالمواد واسعة الاستهلاك وضبط الأسعار وقطع الطريق أمام الانتهازيين.